السلام عليكم، الاسم ديالي رباب، كنت خدامه في واحد الشركه تندير ليها الميناج. نايضه غدا، نايضه في هذاك النهار في 2019 في شهر 4، عاقله عليها بحال اليوم. هذاك هو النهار اللي غتقلب فيه حياتي. كنت عايشه بخير الحمد لله، ما خاصني والو. ولدي كان كيقرا في بريفي، يعني كنا في واحد الحاله لا زعما زوينه بزاف. يعني هذاك النهار غدا الخدمه ديالي مع الساد الصباح، حيت انا كنمشي للشركه قبل ما يجيو الموظفين، خاصني انا نجففها قبل ما يجيو الموظفين. غدا الخدمه ديالي ما عرفتش واحد السيد من خرج ليا حتى ضربني، ما بقيتش عاقله، طارت ليا رجلي ديك الساعه. يعني غير واحد السيد اللي دارها ليا في الثلج، هي غادي نوريها لكم دابا. وصافي غيبت لمده 3 شهور ديال كوما، ما بقيتش عاقله، ما بقيت عاقله على حتى شي حاجه. ملي فقت لقيت راسي انني انا ما كنتحركش، دايره عمليه لظهري ودايره عمليات رجلي لمده 27 عمليه اللي درت، حيت رجلي فين ما كندير لها واحد العظم الصناعي كتخمج ليا، كتقيح، صافي كتقيح، ما توفقش ليا داك العظم الصناعي. صافي راجلي كان خدام خاص ضروري اللي قابلني في السبيطار، حيت تما ما كاينش اللي غادي يقابلك ويبدلك لي كوش، واللي غادي يقلبك، واللي غادي يمدلك ما تاكل، واللي ما كاينش. صافي راجلي نعس معايا لمده عامين في السبيطار، تخلى على العمل ديالو. وفاش اننا خرجنا من السبيطار رجع باش يخدم، كنت فاجئ باننا طردوه من الخدمه ديالو. صافي بسبب ديالي كنحس انا دابا بالم الضمير، وما لاخياش دابا ما ناكل، وكنشوف فيه كيتعذب حدايا لدرجه كيمشي دابا يمسح الطوموبيلات وكيجريو عليه، ما كيبغوش يخليو اي باركين كيمشي يمسح فيه الطوموبيلات، كيجريو عليه ما كيخليوش يجي شي واحد تيقول لي لا انا راه شاد هذا الباركين، هذا انا شادو، راه شادو. ما يمكنش كيجيب ديك 30 درهم، ديك 20 درهم باش نعيش دابا، باش نعيشو حنايا. عندنا وليد عنده 8 سنين، لدرجه تقل عليا ولدي، وقررنا اننا واخا الدري تعقد، قسما بالله لا تعقد الولد، وعطيته لماما باش تربيه، حيت ما بقيناش قادرين على المصاريف ديالو. عطينا ولدنا لماما باش تربيه، باش قلنا غدا ولا بعد غدا غادي يلقى راجلي الخدمه. راجلي مده عام دابا ما لقاش الخدمه. سكيورتي كان خدام في وطن لمده 15 عام، وجراو عليه، ضحى ب 15 عام على قبلي، ما رحموش، ما قالوش هاد السيد راه خدام معنا واحد لمده 15 يوم، راه بسبب مرته مسكين، يعني مقابلها كل كان شي واحد كنا تخلى ليا وصافي ولاحني ومشى. يعني وقف معك وقفه ديال ولادنا. انا محتاجه لي شي حد، شي محسن داخل المغرب ولا خارج المغرب، حيت انا اختهم المغربيه، محتاجه المعاونه، حيت واصله ليا فين بغات، قسما بالله راه كتشوف في الحاله، لا اله الا الله. غير هادشي اللي كتشوفوا عندنا في الدار، غير واحد المحسن بقينا فيه، قسما بالله اللي كنا فرشين غير ما عنطوم، اللي شافني انني انا ضارني ظهري عطانا هاد الفراش هذا كامل، حيت كان غير واحد سد عليه في واحد الكراج ويجبدو لينا ويعطيه لينا كلشي. هاد الفراش اللي كتشوفو فيه عطاه لينا واحد السيد الله يجازيه بخير، حيت اي واحد كيعطيك راه كيعيا، كيعيا ما يعطيك، اي واحد كيعطيك راه كيعيا ما يعطيك. انا ما باغيه والو، انا باغيه غير شي خدمه لراجلي اللي دخل ليا منها غير خبيز، ويشري ليا منها الدواء، ولي شوف باش نبقى نمشي عند الطبيب، حيت دابا انا قسما بالله متوقفه على الطبيب لمده 8 شهور دابا، ما بقيتش مشيت لمراكش، ما بقيتش مشيت عند الطبيب اللي فتح ليا، ما بقيتش. دابا ظهري ما كنقدرش نتقعد بيه، دابا حاليا ظهري ما كنقدرش نتقعد بيه، رجلي لا ما درتش منها تحت منها شي مخده ولا درت منها حتى شي حاجه، ما كتوصلش ليا رجلي للارض. تصبت بالاعاقه، ما ورقي وريتهم ليك، وريت كلشي. لا ما تعرفتش عليه، حيت مشيت لواحد المحل كندير كاميرا، قال لي سمحي لي يا اختي راه كاميرا دايره غير شاد بها غير المحل ديالي، يعني ما هزهاش الفوق، مهبطها غير المحل، عين الباب ديال المحل ديالو. يعني ما تعرفتش على هذا السيد هذا بصفه نهائيه. يعني الله بدينا في الحياه الزوجيه، المهم حتى واحد النهار توقع عليها هي الصدام، عيطوا لي من السبيطار، اجي الزوجه ديالك راه دايرك سيدك خدامه، عيطوا لي من السبيطار قالوا لي يا ودي راه الزوجه ديالك راه دارتك سيده. مشينا عندهم لقيت اني مليوحه ليها رجليها وناعسه في السبيطار مده
6 شهور وهي في كوما. المهم 3 شهور ولا 6 شهور هي في كوما. يعني خليتي كل شيء، يعني ما قدرتيش تصبر. يعني ما قدرتش نصبر. كنتي خدام؟ فاش كنتي خدام؟ كنت خدام فوطي لمراكش. مشينا ما لقيناش اللي ينعس معاها في السبيطار، ما لقيناش اللي يبدل ليها، وما لقيناش اللي يدير ليها. المهم محسنين تعاونوا معنا، داروا لنا عمليات، تعاونوا معنا بليفيسور ما عرفت بلا ما نذكروا السميه ديالو، هو اللي تعاون معنا في الحديد، وتعاون معنا في العمليه، وتعاون معنا في شلا مسائل. كيفاش ضحيتي مع الزوجه ديالك؟ كيفاش ضحيتي مع ربما واحد الوقفه اللي يعني ما لقيتش شي مساعده، ما لقيتهاش لا من عند ما لا من عند ما لقيتش شي مساعده اللي غادي يقابلها ونقابل انا خدمتي. يعني ما كاينش اللي غادي، ما كاينش يعني انا اللي كاين، يعني انا اللي غادي نقابل، يعني انا كلشي فيا. كيفاش تقررتي انك تخرج من الخدمه باش تقابل مراتك؟ انا ما خرجتش من الخدمه، انا مع جيت بين قابلها. المهم غيبت واحد السيمانه، ما رجعت عندهم، قلت لهم اودي راه المراه غنقدر نغيب واحد شويه الا كان ممكن. نضوا نقز واحد ماشي من المدير، المهم نقز واحد قال لي اودي سير قابل المراه ديالك وقابل. مي مشيت انا نقابل المراه ديالي صافي، قلت اودي راه هذاك غيتكلف، يعني غادي يهضر مع المدير غيقول لي اودي واحد العامل راه مرتو دايره هذه هذه هذه. قلنا ما كاين باس. المهم داز هذيك المده ديال السبيطار، مشينا عندهم هضرنا معاه، طلعنا عند المدير قال لي فين كنتي؟ قلت له ودي راك في السبيطار راه واحد الحاله، علاش ما عاودوش ليك؟ قال لي ودي راه ما عاود ليا حتى واحد شي حاجه. قلت له صافي، قلت له دابا شنو ممكن نرجع للخدمه؟ قال لك ودي لا، قال لك ودي لا. قلت له على حساباش؟ قال لك ودي انت غيبتي وما قلتيش لينا الغياب ديالك، يعني حنا كنا ولينا فاقدين تصحابوك غزتي ما بقيتيش بترجع. قلت له ودي انا راه راجع، وقلتها للكونسياج واحد معايا تما، يعني قلت له ودي راه كذا 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 اللي واقع ليا. يعني انا لحقت هزيت جيت للسبيطار، يعني بديك الدعقه وبديك الخلل صافي هزيت للسبيطار، مشيت ديريكت للسبيطار. يعني سمحت في كل شيء، يعني من المره دايره كسيده راه ما يمكنش تبقى خدامه، شبد يعني شكون اللي بتقولها لي؟ لمن انت واحد ما كاين لا مدير لا والو، يعني كاين كونسياج حداك. شنو محتاج دابا حاليا؟ محتاج شي خدمه صافي، شي اللي تنقلب بيتها شي خدمه سيكوريتي اللي لقيت، هذا هو الدومين ديالي عساس، هذا هو الدومين ديالي. 06 33 16 84 41، 06 33 16 84 41، هذه هي النمره ديالنا. ربما واحد اخر يعني يكون خلى مرتو يكون خلى لا لا يلاه، حنا ما تربيناش في هذه المسائل، يعني الحياه الزوجيه الله تزوجنا فهمتي، يعني مده 3 سنين راه ماشي عامين ديال السبيطار وعام ديال يعني الله كملنا 4 سنين دابا بالحياه الزوجيه، يعني الله تزوج شويه يعني الله مزوجين، يعني ما كامله الله ولدنا داك الوليد، الله بدينا في الحياه الزوجيه زوينه، حتى قلنا راه الحياه غادي تستمر، يعني تتقلبات الحياه ما بين عشيه وضحاها، تتقلبات الحياه ما بقينا عرفنا والو، بقينا فهمنا حتى شي حاجه. النداء ديالك المغاربه اليوم شي خدمه؟ بغيتها شي خدمه؟ ما بغيتي حتى شي حاجه؟ بغيتيها تخدم بدراعك صافي، شي اللي حاب حبيتها نخدم، شي تواصل شي هكا شي عاود الرقم، شي محسنين عاود الرقم ديالك اليوم، اللي باغي شي خدام يجي يعيط ليا في هذا الرقم ديال 33 16 84 06 33 16 84 41.